السلام عليكم. دز تقريبا عام على زلزال الحوز، الفاجعة اللي خلفها الضحايا وخلعتنا كاملين والناس المتطوعين راه خدامين، حتى ولاد البلاد اللي باقي حيين راه خدامين، الناس باقا تحت الانقاض ما يزيد على 34 جثة باقا تحت الانقاض ما عرفناهاش ميتة ولا هي. في الذكرى الاولى لهذه الفاجعة الطبيعة بلات حجاب العوجاني، ولكن هذه المرة عن طريق الفيضانات. ليالله بغينا نفرحوا شوية بالشا، الساعة جات جرات مع ارواح الله يرحمهم واكدت لنا باللي مازال تابعنا خدمة كبيرة في البنية التحتية باش نتجنبوا غير شوية من الكوارث الطبيعية. با الكار داه الواد، با اجات قنا، با وكتشهد وباقي ما عرف دروك المصير ديالها، وهي من الفقودين باقي لا ما كاين لا جثة لا والو. الله يرحم اللي مشاو يصبر اللي بقى، الكوارث الطبيعيه كانوا غيبقاو وما عند حتى بشري المسؤوليه عليهم الا الا كان في كوريا الشماليه. ديك الساعه كلام اخر، الا طراو الفيضانات بغيت تعرف اش يجي من بعدهم. أوكي. في البدايه ديال شهر 8 اللي فات فاضت كوريا الشماليه بواحد الفيضان جر معاه واحد القنت قد سخط، مدينه غطاها الماء. الرئيس اللي معروف بان عين الحكمه والعقل هبط باش يتفقد الاوضاع، كان خاصو جوج يعاونوه باش يهبط في الدروش ولا يطيح هو راه ماشي شناهو. المهم ركب في القارب وتسركل وشاف حجم الخساره ورجع ارتاح شي شويه ويبدا يلوم في المسؤولين وتجار لهم في ودنهم. ومن بعد شهر تقريبا صدر حكم باعدام 30 مسؤول، حملهم مسؤوليه الفيضانات. لا هو ماشي قال لهم نتوما اللي درتو الفيضانات، قال لهم ما عرفتش واش حبسوهم ما يطراوش في الاصل. يقول تقرير انهم اعدموا رميا بالرصاص دفعه واحده في اواخر شهر اغسطس الماضي، اي بعد شهر واحد فقط من التوبيخ. توبيخ بعد شهر اعدام ومسؤولين تيتخلصوا طراش كارثه غيخلصوا. المهم ما علينا، فيديو اليوم ما غنهضروش فيه على الكوارث الطبيعيه وكيما نبعدوش بزاف، غنشوفو فيلم الاحداث ديالو دايره في واحد القنت عايشين فيه واحد الناس ما عندهم لا بنيه تحتيه لا فوقيه. ثلث الخالي هو عنوان الفيلم اللي تيبدا بزوج واقفين تيتقابحوا على الطريق اللي خاص يشدو. تزيدوا في الهضره طارت لهم الخريطه اللي كانوا معولين عليها وهي اللي كانت جابده لهم الصداع. ديمارا وقلعوا تيبانوا ناعسين، واحد فيهم قلقوا الضو اللي شاعل نطفاه، تاني ناض شعلو ورد الباب زعما هذا من الناس اللي تيخافوا ينعسوا في الظلام. وما اكثرهم خراج العينين والمزاقه وبالليل والله لا نعاس الا ما كانش الضو شاعل. تيخافوا مساكن من يجيهم شي جني ويتكرفص عليهم في الظلام، غيستغل الفرصه حيت الضو ملي تيكون شاعل تيمنعو. المهم هاد العيبه راه تتقلق، وكاين بحال هذا اللي تيقدر يحرم عليه النعاس الا شاعل عليه شي بوله فوق راسه. في الصباح تيبانوا تيفطروا، اللي علم سميتو حامد تيبان تيخشف وجهه بشراسه، اما اللي على اليسار سميتو المهدي ويكتفي بكاس قهوه حرفي حتى من عصره الليمون ما قاسوش. كملوا جايين خارجين من واحد الدار على ما يبدو هي الوحيده في التساع، مشاو باش يركبوا في سيارتهم لقاو واحد قال لهم راه هو العساس وهذا راه باركينغ فين هما حاطين الطوموبيل في وسط هاد الخلا. المهم دبروا عليه عاطفا منهم ماشي بيدقهم وزادهم على الطريق الوجهه واحد المجمع سكاني وسط جبل تشوفه من بعيد تقول خدعه بصريه مصايبينه بالعجين، ولكن ملي تتقرب تتشوف الحقيقه. هاد حميد والمهدي خدامين في واحد لاجونس كيردوا الفلوس ديال البنكه اللي سلفوهم الناس وما بغاوش يردوهم، ولا مش حال هادي ما ردوش شي حاجه. فهما الدور ديالهم تيمشيو يدقوا على دوك الناس وتيقول لهم راك تسلفتوا واحد الكريدي وراه خاصكم تردوه للبنك، وزهرهم ما غيجيهم غير هاد القنت اللي الخلا وما خلا. اش عندك؟ 100 درهم. عرضك 100 درهم. تاديك 100 درهم قلعوها لي هي وواحد اللحاف ومعيزه صغيره. حميد قال للمهدي حشومه خلي لهم اللحاف راه يبقاو على الدص. قال لي المهدي ما سوقيش خدمتنا تنديروها. مشاو عند الثاني ما لقاو عنده حتى هو والو، داو لي الكحول اللي تيستخرج من الغار. الناس ما عندهمش مكافينا مع الزمان، تينوضوا تياخذوا كريدي على اساس غيرجعوه ما تيقدروش الله يحسن العوان. تيجيو هادو تيحيدوا لهم الدغمه ديال الخبز الا غدا لهم بفمهم تيقلعوها لهم، وتيجمعوا داك الشيء هازينو على كتافهم وطالعين الجبل كامل وداوه للسوق. صرفوه جابت لهم 1200 درهم قسموها 600 درهم لواحد، ويبدا المهدي تيتحاسب مع حميد وتينقص ليه فلوس، كل شويه كيحيد ليه شي لعيبه وتيقول ليه شي سبه، وحميد كيقول ليه ماشي مشكل هاني حتى هكا الله يجعل البركه. نعم مسكين بقى تيرجع فيه تخلى ليها 5000 ريال، ومع ذلك قال لي ماشي مشكل 5000 راه مزيان انا كنت خدام شهور ما كنتخلص بوالو، راه هاد 5000 بالنسبه ليا راه شي حاجه. المهدي هو يطلع ليه الدم، قال لي تماك اصاحبي ساهل باش تقول تمالك نيه، دابا هاد النيه جات معايا الا كيخاف ينعس في الظلام، وانت راه دوي معايا على داك اللي فيه تخرج العينين. ما علينا، تعلم تقول لا لا شي حاجه ما عجباتكش قول لا. قال لي حشومه تجيني قله صواب نقول لا على قبل جدريال، هو يقول لي المهدي تمالك نبي. واش تنبي؟ نبي والنبي براسو ما كاش كيدير. هو يقول لي حميد زقا حدك هنا. كنبي كنبي. ايه وتازر. كنبي تازر. بقاو مقابحين المهدي هنا زعما بغى يعطيه المثال باللي ما فيها عيب الانسان يدوي على حقه ويتفاوض، وإلا ما عجباتوش الحاجه يقول لا، راه النبي عليه الصلاه والسلام وكان تيقول لا، لكن حميد قال ليه لم تتوفق في اعطاء المثال الصحيح، دير نقطه ورجعوا للسطر. صافي هنينا. زاد نرفز المهدي ملي شد حميد الفلوس وقال ليه الله يرحم بالوالدين، وهذا المهدي عنصور يا.
ركبوا كيكسيريو على هاد البريويطه شي نهار غادي يخليوها وراهم. مشاو كلو فواحد الديكور عالم سالا وشدوا الريحال قصدوا واحد المره تيسولوها على عبو. عبو قالوا لي هذاك الكريدي اللي شديتي اش درتي به؟ قال لهم بلي راه تزوج بالمره الثانيه وغرقها معاه ولاد وما بقاش خدام وكسر عليه الصير وجرات عليه المره ولا ساكن في الطوموبيل اللي شرا بفلوس الكريدي حاطها في قاع الدار ساكن فيها. واخا داير فيها قافز قالوا ليه يصالحوه مع مرتو بشرط يبيع الطوموبيل ويرد لهم فلوسه. هو يتحل مع شحال هادي ما حس بالدفء العائلي وراك عارفني ليش داوي. وافق بسهوله بيعوه طوموبيلته وخلاوه على الدص. عاد مشاو تيدقوا على وحدين ومن شحال هادي ما حلوا لهم. قالوا لهم احنا ساكنين هنا واحد الام قرصه وعلى بال حطت السلم على الحيط ومنعات ولادها يمشيو للمدرسه اللي دازوا صف من الصغير للكبير قدام هادو اللي زعما دايرين فيها راه لا يأس مع الحياه. المهم كملوا جايين شادين الطريق بواحد ترانزيسيون خفيفه ها هما وصل المدينه والحياه ديال القرن 21 حيت هما قبيله راه كانوا في القرن 12 قبل الميلاد. ركبوا في طوموبيلتهم وما يسافروا 900 عام وقفوا تيبدلوا الحاله وداو البانيولا حيدوا لها السقف ولات عصريه لابسه الرومي. علاش هادشي كامل؟ اباش حميد يعرض على خطيب شو يخرجها بها اللي باها مغلوب على امره وامها السودانيه الحاره. هذوك العيالات المتسلطات قالت الحميده انسى واش تكون انت وياها في الراس وامرات راجلها يمشي يرافقهم في الخرجه اللي فرع على قبل السقف ويجلسوا دابا يتسناوها تلبس ويديوها يوصلوها معاهم تعزيل المره 70 في شي ناس من عائلتهم. انا ما غاديش نتعطل عندك وتخلوني كنتسنى. داو حطوه مشاو للقهوه. الخطيبه بقات جالسه في الطوموبيل وحميد ونسيبو دخلوا يتقهواو. هادشي اللي كان على بال حميد لكن نسيب جرو وداه للبار يضرب كويسات. بقى تيعرض على حميد يشرب معاه. ساح حميد طلع مراقل مسح السما بليقه وقال لي حد الله بيني وبين الشراب. نسيب قال لي تهانيه ما يخلعوكش العيالات غايبين باللي هو راه حاكم. عمرك ما تحني الراس للمراه كيف ما بغات تكون واخا بنتي. قال لي حميد راه مرتك معيطه 6 المرات واش مازال باغي تزيد شي كاس؟ طارب الخلعه وقال لي خلص ونوض جري تبعني. مشاو لعندها وهي تغسلهم. المهم الخرجه دازت عند حميد تعيسه. شفنا الحياه دابا ديال حميد غنشوفوا المهدي اللي مزوج وعنده بنيه. فواحد الصباح مرتو فاقت هزات الفلوس وغبرات خلات ليه البنيه اللي خلاها لامو باش تحضيها ليه ولكن امو عيات وقالت لي شوف لك شي حل ديها للخيريه ولا راه كاينه واحد المراه عندها الفلوس راه تبغي تربيها. صدمات وحطمات وقال لها واش شي بنتي ولات البيع ومشى جلس حداها اللي سمعات كلشي بودنا وشدات لي في يديه. موقف ما يمكنش ما ياثرش فيك وداكشي يمكن لاش هو صارم وما تيحنش في البشريه حيت ما تيحن في حد. المهم مشاو للخدمه استفاش من الباترونه بحال شي بلاطو ديال الحلوى كلاصي هذوك ديال 4 دراهم وبدات تخطب عليهم. المهدي وحميد الدقه جات فيهم وقالت ليهم راكم ما زايدين هنا تكريدي ما رديتو. قال لها المهدي مادام راك تصوفطونا على شي ناس خاصهم كريدي باش يردوا الكريدي. قالت ليه ما سوقيش هذا اخر شهر الا ما رديتو والو الباب الحباب خرجوا وما غاديين. بدات تصب الشا. هالمنظر العصري ما بقاش خدام داوها ردوا لها الغطاء الرجوع الى الاصل فضيله. فواحد الليله مهدي مداش الناس ويجي يلحق عليه حميد ويلقاه تيبكي وتيتنخصص. حميد ما خلاش يبكي وسمح فيه بقى لاصق وتدامع. في الصباح تيبانو غاديين في الطوموبيل وهازين معاهم ثلاثي القوى الخارق. لقاهم في الطريق ووصلهم معاهم باش يديروا عرض للدراري الصغار. تيبان واحد مول الحانوت اللي هو المخرج ديال الفيلم مربع يدو وتيشوف واحد الكليان وما تدوزهاش عليه. قلب كاع البياسات تيحسب الكيكات اللي لداخل وما شرا حتى وحده. غادر المول الحانوت خدمه اللي معاه دار تيبانو ليه صحاب الكريدي جاو شاد عليهم بالمولاده والسردين اللي قرب يكمل ليه التاريخ. لو داكشي اللي قسم الله حميد تيغمس. المهدي مسح يديه وقال ليه واش عندك ما تخلص؟ الا لا غاقول النفاس. في العشيه تيبانو تيجمعوا اي حاجه لقاوها قدامه داو حتى البيبان الكرسي اي حاجه وطفاو الضو وبقات قرعه المولاده هي اللي مضويه عليها. هلا ما بغيتيش تفهم الميساج الكريدي ديال البنك طريق لاروب الا غتعول عليه باش دير شي حاجه راه انسى. الكريدي دار الناس اللي عندهم اصلا شي حاجه وعندهم ضمانات وافكار تيدخلوا البنك معاهم تصرف وهما تيشيط لهم الباي ديالهم مجمح. المهم الفيلم مازال فيه بزاف ما يتشاف راه مازال غيدخل فيلم اخر وغيوليو جوج افلام. الاول تقريبا راه شفنا اهم ما فيه والثاني قصه اخرى. زوج قصص موجين باش يعطيونا فيلم كننصحك تفرج فيه حيت تيبان ليا يمكن يستاهل. تهلاو.